السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وفي احسن حال. نكمل مع بعض المحاضرة، الجزء الثاني في الباب او الشابتر الثاني اللي هو بمثابة الشابتر الثالث في المقرر بتاعنا. وكان الشابتر ده بعنوان Trends of Plant Taxonomy. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على two trends، الأولاني اللي هو الماكرو عند مايكرو مورفولوجيكال كاركترز اللي هي الصفات المورفولوجية والصفات التشريحية اللي تقدر تفيد في عملية التصنيف في النباتات. قلنا الماكرو مورفولوجيكال هي الصفات المورفولوجية اللي كانت ممكن تتشاف بالعين المجردة، وهي صفات الروت سيستم والستيم والليز والفلاورز والفروتس والسيدز. عندي المايكرو مورفولوجيكال كاركترز هي الصفات اللي ما اقدرش اشوفها الا باستخدام الميكروسكوب، او الصفات التشريحيه اللي عندي. بعد كده اتكلمنا على الترينز التاني، وقلنا الترينز التاني مهم جدا اللي هو علم البالينولوجي او علم حبوب اللقاح. وعلم حبوب اللقاح او البالينولوجي هو علم اللي بيضم الصفات المورفولوجيه والتشريحيه لحبوب اللقاح والسبورز عندي. اتكلمنا عليها في حبوب اللقاح، على أهميتها وليه بنستخدمها في علم التصنيف، وإيه الدور اللي بتعمله في اللي في علم التصنيف. وكان من ضمن الموضوع اللي اتكلمنا عليها إن إزاي حبة اللقاح ممكن نحدد لها الـ NB system بتاعها. ونفتكر مع بعض كده، أنا جبت مثالين مع بعض، نشوف لو جات لك في الامتحان رسمة زي دي. وبقول لك mention the NBC system for these pollen grains، اذكر ال NBC system of pollen grain. اجابتك لازم اولا تبقى على شقين. اولا لازم تقول لي ايه ال N دي تعني ايه، ال P تعني ايه، ال C تعني ايه، ثم تتكلم على ال N في حبة اللقاح اللي موجودة قصادك عندي. تعال نشوف كده مع بعض، نحل اول واحدة. لو نشوف ال N يبقى الإجابة بتاعتي تكون إزاي؟ تكون ال N اللي هي تساوي ال number اللي هي البولي. تعال نبص كده، نلاقي إن الثقوب بقت أكتر من 3، يبقى في الحالة دي بنسميها ال number بتاعي بولي أبرتشرز، يعني بولي أبرتشريتس، يعني حبة اللقاح دي عديدة الثقوب عندي. طب من حيث ال P، ال P يعني position. البوزيشن لو جينا شفنا كده هنلاقي ان الثقوب بتاعتي على مسافات غير متساوية متباعدة، وزي ما احنا قلنا اكتر من 3، يبقى على طول البوزيشن بتاعي هيبقى منتشر، فبنسميه جلوبال اوربانتو ابرتشريتس. طب من حيث الكاركترز، الثقب نفسه الشيب بتاعه الونجيتد ولا على هيئة سيركل؟ على هيئة سيركل، على هيئة بورز، يبقى السي ايكوال للكاركتر، يبقى سي فورز عندي. طيب هسيبك كده نص دقيقة، بص للصورة دي وحدد معايا ال NBC سيستم للصورة دي. نشوف ال N. طبعا ما اقدرش لما اشوف العدد لحبه اللقاح ما بحكمش من حبه اللقاح واحده، لازم ابص لاكتر من واحده عشان اشوف الاتجاهات كلها لحبه اللقاح. لان طبعا لما باجي احط حبه اللقاح تحت الميكروسكوب بشوف سايد واحد منها، لكن بيبقى هي اكتر من واحده، فبقدر اشوف الاذر سايدز علشان اقدر احدد النمبرز اوف بورز في اتش بولين جرين. واضح من البولين جرين دي ان ال N بتاعتي اللي هي النمبر تراي ابريتشريت 3، تراي ابريتشريت، في واحدة باين منها واحد، في واحدة باين فيها اتنين، وفي واحدة باينة اهي تلاتة اللي على الشمال دي باين فيها ان هي تلاتة ثقوب طيب اسمها تراي ابريتشريت. من حيث البوزيشن التلاتة موجودين وفي مسافات متساوية بين التلاتة البورز، يبقى اسمها ايكواتوريال اورزونو ابريتشريت. السي واضح ان هو عباره عن elongated، خط طويل وفي ثقب، الاثنين موجودين مع بعض، فبنسمي السي الكاركتر الكوربوريتس. يبقى ال NB سيستم بتاعي
تراي ابرتشريت ايكواتوريال اورزون وابرتشريت وسي كوربوريت. ده لو جالك في الامتحان رسمه زي دي قلت لك منشن ذا ان بي سي سيستم فور اتش بولينج جرينز عادي، يبقى احنا كده شوف لان ان بي سيستم اوف بولينج جرينز عادي. نتكلم النهارده على الترند الثالث. الترند الثالث ده مهم جدا ان هو بيعتبر حديث وسريع جدا، يعني الناس العلماء كميه ابحاث طلعت في هذا العلم، هو علم الكيمو تاكسونومي. واضح من الاسم الشقين بتوعه، كيمو جايه من الكيمستري، تاكسونومي هو علم التصنيف عادي. يبقى ايه هو تعريف علم الكيمو تاكسونومي؟ اللي هو is the application of chemical data to systematic problems، ازاي استخدم الكيميكال داتا في علم التصنيف او علم التقسيم عادي. طب هل يا ترى النبات مليان مواد كيميائيه، هل يا ترى كل المواد الكيميائيه اقدر استخدمها في علم التصنيف؟ المبدا اللي احنا اتفقنا عليه من اول محاضراتنا ان الصفه الثابته هي اللي انا هقدر اخدها في علم التصنيف كصفه اساسيه عشان اقدر اجري عليها المقارنه اللي بين النباتات وبعضها. يعني ما اقدرش اقول صفه متغيره اخدها كصفه في علم التصنيف، امال لازم تكون الصفه ايه؟ تكون الصفه ثابته. يبقى بالتالي بنفس المبدا ده لو جينا طبقناه على المواد الكيميائيه اللي موجوده في داخل جسم النبات، يبقى لازم تكون المواد الكيميائيه اللي انا هقدر استخدمها فيها في التصنيف، يعني لها هاي تاكسونوميك فاليو، لازم تكون المواد الكيميائيه حاجتين فيها صفتين مهمين قوي. ستيبل، المادة ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ مش متغيرة، يعني مش المادة الكيميائية مجرد ما تتكون تتغير، لا ده لازم تكون ستيبل، ولازم تكون النبات بيكونها تحت اي ظروف. مش الاقي النبات مثلا نفس النبات زرعته في القطب الشمالي الاقي النبات كون المادة الكيميائية دي، اجي ازرعه في نفس النبات ازرعه في بيئة صحراوية ليه ما كونهاش؟ لا، اساسي المادة الكيميائية دي ان النبات يكون المادة الكيميائية دي تحت اي ظروف، يبقى لازم تكون ستيبل. طب دي الصفه الاولانيه. ايه الثانيه؟ نوت ايزلي تشينجبل، مش بسهوله انها تتغير، مش ماده تتكون بعدين افاجئ بعد شويه الاقيها اتغيرت او اتعرضت لحاجه عليها نفس الماده اللي حصل تغيير في الاستراكشر بتاعها. يبقى لازم قوي الكيميكال كاركترز مي هاف بارتيكولارلي هاي تاكسونوميك فاليو وين زي كان بي شون تو بي ستيبل اند نوت ايزلي تشينجبل عندي. ومن هنا ابتدت العلماء، وزي ما قلت لك هو علم حديث، هو ابتدى من زمان جدا على فكره، لكن هو في من الثمانينيات ابتدت بقى الابحاث تبقى عليه، وبقى في وحده للكيمو تاكسونومي في المركز القومي للبحوث وفي معهد الصحراء، بقى في ناس متخصصه كتيره جدا في هذا العلم. زي ما قلت لك المركز القومي للبحوث عامل وحده زي قسم كده بحاله لعلوم علم قصدي الكيمو تاكسونومي. العالم الأولاني سنة 1963 اللي اسمه هيوود قسم المواد الكيميائية اللي هقدر استخدمها في علم التصنيف إلى 3 كاتيجوريز. أول كاتيجوريز عندي قال لك اللي هي دايركتلي فيزيبل، اللي أنا بقدر أشوفها بشكل مباشر، طبعًا بقدر أشوفها بشكل مباشر تحت الميكروسكوب طبعًا. اللي هي زي مين؟ الستارش جرينز أند كريستلز. هي دي الستارش جرين، احنا حتى في سنه اولى على مستوى انتم مفهومكم في سنه اولى كليه في علم الاناتومي كنتوا بتشوفوا الستارش جرينز، كان يقول لك الستارش جرين اوف بوتيتو، الستارش جرينز اوف فاسوليوس، الستارش جرين اوف زياميز، الستارش جرين اوف رايس. الله، ده الرز دي ستارش جرينز، ان البطاطس دي ستارش جرين، مميز ليها، بحيث اول ما احطه تحت الميكروسكوب او اشوف الشكل بتاع البولين جرين بتاعت الستارش جرين بتاعت البطاطس كنت على طول اقول ده ستارش جرين اوف بوتيتو. الكريستلز نفس الكلام، افكركم بالكريستلز اوف كالسيوم كربونيت، الكريستلز اوف كالسيوم اوكساليت، ده يبقى دي كده صفه مهمه جدا اللي هي دايركتلي فيزيبل عندي. وانا ليا بحث منشور في مجله في المانيا سنه 2002 تقريبا عن استخدام الكريستلز في تصنيف نبات الفيكس،
نبات الفيكس اللي هو زي الشجرة اللي قدام باب الكلية الكبيرة قوي دي، في من أنواع كتير من نبات الفيكس ده اللي هو زي التين، نبات التين يعني. تمام، أنا قدرت أستخدم في البحث ده الصفات الكريستالز، الكالسيوم كربونيت كريستالز والكالسيوم أوكساليت كريستالز to be classified the different species belong to the فيكس أو جينس فيكس عادي. تاني كاتيجوريز البلانت برودكتس، في الكالويد المواد اللي بتنتج في النبات، الالكالويد الفلافونويد التربونويد. تالت حاجه كاتيجوريز هي وود استخدمها عندي او قسمها، قال لك السيرولوجي. السيرولوجي هو علم الامصال، يا هو النبات ممكن يعمل مصل، يبقى ليه مصل معين للنبات، وحاجة تانية اسمها إريكتوفريزس بروتينز. هنتكلم على الاتنين دلوقتي في الشرايح اللي جاية. يبقى ده هيود، هيود يبقى قسم المواد الكيميائية اللي ليها هاي تاكسونوميك فاليو تو بي يوزد ان تاكسونومي إلى 3 كاتيجوريز، دايركتلي فيزيبلز، بلانت برودكتس، أند سيرولوجي يعني. ستيس 1980 قسم تقسيمة تانية، قال لك لأ أنا هقسمها من الناحية الفسيولوجية الى ايه؟ قال لك اول حاجه برايمري ميتابولايتس وسكندري ميتابولايتس. يعني ايه برايمري ميتابولايتس؟ هي التفاعلات الكيميائيه. البرايمري ميتابولايتس هي المواد الكيميائيه الستيبل، اول مواد كيميائيه ستيبل بتتم في التفاعل. احنا عارفين عمليه البناء الضوئي، عمليه البناء الضوئي دي انت هتاخده في الفسيولوجي انها عباره عن سلسله طويله جدا، الدارك واللايت رياكشن، سلسله طويله من التفاعلات الكيميائيه. أول مركبات ثابتة بتطلع في السلسلة دي، ثابتة يعني المركب ستيبل، بنسميه برايمري ميتابولايت. بعد كده المركبات الثابتة دي بتدخل في تفاعلات تانية عشان تديني مركبات ثابتة تانية، فبنسميها السكندري ميتابولايت. طب ايه السيمنتينز دي؟ السيمنتينز اللي هي بين قوسين مكتوب عليها هي انفورميشن كارينج مولكيولز. ها مين المولكيولز اللي في جسم الكائنات الحيه بتشيل المعلومات؟ ايوه صح، النيوكليك اسيد اللي هي الار ان ايه والدي ان ايه. يبقى ستيس 1980 قسم المواد الكيميائيه اللي احنا بقدر استخدمها في علم التصنيف الى 3 كاتيجوريز، برايمري ميتابولايت، سكندري ميتابولايت، اند سيمنتينز. هاربون اند تورنر 1984 قسموا تقسيمه ثانيه اكوردنج تو موليكولار ويت. قال لك لا المركبات احنا هنقسمها حسب الموليكولار ويت. ففي مركبات مايكرو مولكيولز، وواضح من الاسم مايكرو يبقى ليها لو موليكولار ويت. زي مين؟ زي الفلافونويدز، التربونويدز، اند الكالويدز. عشان كده دي المواد دي غالبا بتبقى اسمها زيوت طياره، اللي هي النباتات العطريه اللي ليها ريحة. الماكرو مولكيولز هي كومباوند اوف هاي مولكيولار ويت ساتش بروتينز اند ستارش. يبقى هاربون اند تورنر 1984 قسموا المواد الى مايكرو مولكيولز زي الفلافونويد والتربونويد والالكالويد، ومركبات لها هاي مولكيولار ويت زي البروتين والستارش عندي. الترند الرابع هو ترند برضه مش يعتبر حديث لكن يعتبر جديد، لكن للأسف الأبحاث عليه قليلة جدا، اللي هو ترند الإمبريولوجي كرايتيريا. هو كل ما يخص عملية بداية من عملية التلقيح البولينيشن ثم الفيرتلايزيشن ثم تكوين السيد لغاية مرحلة تكوين السيد. يبقى من الأول البولينيشن لغاية السيد فورميشن، المراحل دي كلها بتندرج تحت عين الامبريولوجي عشان هيتكون بها الجنين. يبقى بتشمل ايه؟ الصفات ايه؟ صفات مين اللي تشمل في علم الامبريولوجي اللي هقدر استخدمها في كازا تاكسونوميك فاليو عندي؟ قال لك صفات الانسرز، تكوين المايكروسبور ماذر سيل اللي هي الخلايا اللي بتكون البولينج جرينز،
شكل حبوب اللقاح، شكل البويضات، نسيج البويضات، كيس الجنين عامة، الفيرتلايزيشن، الاندوسبيرم، نسيج الاندوسبيرم اللي هو نسيج الغذائي للجنين، الامبريو، السيد كوت. يبقى أي نقطة من النقاط دي تندرج تحت الامبريولوجي كرايتيريا. نقطة السيد كوت يمكن هي دي النقطة اللي في علماء التصنيف حروها شغل، اللي هو السطح الخارجي للبذرة، وانه يحطوها تحت الميكروسكوب ويشوفوا الشكل بتاع السطح الخارجي بتاع البذرة شكله ايه، ويعملوا مقارنات بين النباتات عندي، وبالتالي كل ده بيندرج تحت الامبريولوجي كرايتيريا عندي. طيب النقطة الخامسة هنتكلم فيها شوية دي، اللي هي السيتولوجيكال كرايتيريا. سيتولوجيكال معناها علم الخلية، يبقى أي صفة تخص الخلية تندرج تحت علم السيتولوجي. طيب احنا بتوع التصنيف بنستخدم ايه الثابت في الخلية، في الخلية على مستوى الخلية ثابت اقدر استخدمه في علم التصنيف. ستيبنز قال في 1971 قال لك هو الكروموزومز اقدر استخدمه كتاكسونوميك كرايتيريا عندي. يبقى الكروموزومز اقدر استخدمه في علم التصنيف لان الكروموزوم ثابت، ثابت من حيث الشكل، ثابت من حيث النمبر بين الانواع وبعضها. بمعنى الانسان مثلا جواه 46 كروموزومز، مفيش تغيير، ثابت. طب في النبات القمح في 22 كروموزوم، ثابت. في نباتات فيها 36 كروموزوم، حاجة ثابتة. يتغير النبات من مكان، يتحط في مكان، يرجع في مكان، يبقى هو فيه 36 كروموزوم عندي. طب احنا عارفين ان الخلية بتمر بمرحلتين، خلية بتبقى نسميها سوماتيك سيل، خلية جسدية، وخلية تانية جميت. عارفين السوماتيك سيل بيبقى فيها 2N of كروموزوم. يعني ايه 2N of كروموزوم؟ يعني 2 set of كروموزومز. يعني ايه 2 sets of كروموزومز؟ الجميت بيبقى فيه 1 set، بيبقى فيه 1N. 1N ازاي؟ يعني الانسان فيه 46 كروموزومز، في الجميت بيبقى فيه 23 كروموزومز. نبات زي القمح اللي احنا قلنا 22، 22 ده في خلايا الجسدية بتاعت القمح 22. امال في البولين جرين كام؟ 11. في الأوفيول 11. تمام كده معايا؟ طيب الصفة دي بتبقى ثابتة جدا، يعني القمح اللي موجود في مصر نفس العدد، القمح اللي موجود في أمريكا بنفس العدد، القمح اللي موجود طالما نفس نوع القمح، طالما نفس نوع القمح. طب إيه الصفات اللي أنا هاخدها في الكروموزومز أقدر أستخدمها تبقى ليها فايدة في علم التصنيف؟ هل ترى كل صفات الكروموزوم؟ الكروموزومز لا، ليه وجهة نظر تانية من علم الخلية والوراثة، ممكن يستخدموه بشكل تاني. لكن احنا بتوع التصنيف، علوم التصنيف، بناخد ايه الصفات اللي في الكروموزومز اللي انا هاخدها في الصفات عندي او في علم التصنيف. قبل ما اتكلم على الصفات دي لازم نفتكر مع بعض هو ايه الاستراكشر بتاع الكروموزومز. الكروموزوم بيتكون من خيطين، كل خيط بنسميه الكروماتيد. يبقى 2 كروماتيد ثريد لايك، خيطين عندي. كل كروماتيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي ان ايه، خيط من الدي ان ايه ملفوف، تمام، بشكل ما. طبعا في علم الخليه والوراثه هتاخدوه بالتفصيل. المهم ان انا عندي خيطين من الكروماتويدز مرتبطين عند نقطه بنسميها السنتروميل، زي الرسمه اللي قدامك كده. يبقى خيطين من الكروماتيد، كل خيط من اللي انتم شايفينه ده يا شباب اسمه كروماتيد، بالطول كروماتيد. النقطه اللي فيها نقطه الالتصاق التو كروماتيدز دول بنسميها السنترومير، مهم جدا قوي. النقطه الالتصاق دي هتكون فين؟ هنشوفها دلوقتي. دي اللي هتحدد لي انواع الكروموزومات. هو في انواع كروموزومات؟ بيبقى في انواع للكروموزومات في نفس الخليه. طيب قبل ما نتكلم على النقطة دي عايزين نشوف الدراع بقى. ساعتها كده لما الدراعين هيلتصقوا مع بعض، كل دراع هينقسم إلى جزئين، جزء علوي هنسميه البي أرم، وجزء سفلي هنسميه الكيو أرم. يبقى الكروموزومز بيتكون من 2 كروماتيدز attached to each other at centromere. each كروماتيدز divided into two parts.
من اول السنترومير لغايه فوق بسميه البي ارم، من اول السنترومير لبقيه الخيط بسميه الكيو ارم. يبقى ده كده الاستراكشر بتاع الكروموزومز اللي احنا هنبقى هنستخدمه في علم التصنيف. طب ايه صفات بقى الكروموزومز اللي هستخدمها في علم التصنيف؟ ستيفنز قال ممكن استخدم الكروموزوم نمبر، عدد الكروموزومات، وده طبعا ده الاساسي. الكروموزوم سايز يعني افضل اقيس القياسات، باخد طول الشورت ارم وطول اللونج ارم وطول الكروموزوم كله، بناخد مجموعه من القياسات في الكروموزومز عندي. متوسط اطوال الكروموزومات في الخليه الواحده، كل دي صفات من الكروموزوم سايز عندي. الكروموزوم مورفولوجي، وزي اللي احنا هنشوفه دلوقتي، شكل الكروموزومز، هو في اشكال للكروموزومات او في اشكال للكروموزومات زي ما هنشوف. ايه سلوك الكروموزومز ات ميتوزيس، في الانقسام الميتوزيس الكروموزومات بتاخد اني طريقه في الانقسام؟ هل يا ترى بتتشابه النباتات؟ طبعا بتتشابه النباتات القريبه من بعض في البيهيفير اوف كروموزومز ات ميتوزيس، وبتختلف كل ما النباتات اختلفت عن بعض عندي. طب تعالوا نشوف الكروموزومز مورفولوجي عندي. الكروموزوم مورفولوجي according to the position of centromere we can divide the chromosomes shapes into four different shapes. يبقى there are four basic types of chromosome according to a to position of centromere. وارجوك ركز بقى معايا يعني. The first one اللي انا عنده السهم ده، شوف كاتب لك ايه، بقول لك ايه، there is no P arm. احنا نرجع تاني نفتكر ان الكروموزومز there are two arms P arm and Q arm. بص اللي انا عامل لك عليه السهم هنا، السنترومير جه فين؟ السنترومير جه هنا at the end of chromosome، في نهاية الكروموزومز من فوق، وبالتالي فين ال P arm؟ ما عنديش، يبقى الكروموزوم كله بقى Q arm. في حالة في النوع ده بسميه التيلوسنتريك، طرفي بالعربي طرفي. طيب النوع الثاني السهم اهو، بص السنترومير فين؟ very near to the end، هو مش عند القمه لكن قريب من القمه، وبالتالي عمل ايه؟ very small P arm. ومين الطويل قوي؟ الكيو arm. يبقى البي arm very small والكيو arm very long. النوع ده بنسميه acrocentric. acrocentric اللي تحت القمي. طب النوع الثالث، السنتروميل موجود فين؟ is in the middle، موجود في المنتصف. لكن هل ترى في المنتصف exactly في المنتصف؟ لا، هو في المنتصف لكن عمل ايه؟ عمل بي ارم اصغر من الكيو ارم، بس اصغر بكتير. قال لك لا، اصغر بحبه صغيره، يبقى the بي ارم just a little smaller than كيو ارم. السنتروميل is in the middle، وده بنسميه السب ميتا سنتريك، تحت وسطي. طب النوع الرابع، قال لك النوع الرابع لا، الكروموزومز هنا التو ارم اكزاكتلي سيميلر او ايكوال ان ذا لينس او هاف ذا سيم لينس. السنتروميل هنا از اكزاكتلي ان ذا ميدل اوف كروموزومز، السنتروميل في نص الكروموزومز، وبالتالي الار ارم والكيو ارم از ايكوال ان لينس عادي. يبقى ده الديفرنت شيبس اوف كروموزومز عندي. كان نفسي اكون نكون مع بعض في المدرج، كنت اوريكم انا ليا ابحاث كتيره في المجال ده، وابحال مجال شيق جدا ولذيذ جدا في الشغل، وانا على نفسي بحب قوي المجال ده، فليا ابحاث كتيره عندي. الا فكره ايه يا جماعه، ان احنا بتكنيك معين بنسميه السكواشنج بنتعامل مع الخليه في الميتافيز، في مرحله من مراحل الانقسام اسمها ميتافيز، بمعاملات كيميائيه ان انا اوصل الكروموزومز يشوف يكونوا بعاد عن بعض، وان الكروموزوم يبقى اقصر طول ليه في المرحله دي في الميتافيز. لو انت دخلت على الميتافيز وفهمته، بيقول لك ان الكروموزومز هنا بيكون اقصر، واحنا عارفين الكروموزوم عباره عن خيط دي ان ايه، في الميتافيز بيكون اقصر طول للكروموزومز في مراحل الانقسام بتاعه الخليه. طيب وبالتالي
احنا بناخد الكروموزومات وهي قصيرة كده، شايفين المنظر ازاي، دي خلية ودي خلية، وابتدي اخدها عندي الكروموزومات دي بالمنظر ده من الخلية، وابتدي يعني اعزلها من بره، وبالتالي تشوف شكل الكروموزومات اهي بتكون بهذا الشكل عندي. طيب اعمل ايه؟ according to the different shapes اللي احنا شفناهم فوق، ابتدي ارتب تحت اهي، ابتدي ارتب الكروموزومز تحت كده. الترتيب الكروموزومز تحت كده بنسميه كاريوتايب، ان انا بعمل كاريوتايب. كاريوتايب يعني ايه؟ يعني ان انا برتب الكروموزومات، طبعا بقص بقى، بقص ده سواء ببرامج كمبيوتر او كنا زمان بنقص بالمقص ونلزق الكروموزومات اللي شبه بعض. يعني احط التيلو سنتريك جنب بعض، احط الاكرو سنتريك جنب بعض، وكمان اهم حاجة عندي اطوال الكروموزومات، يبقى طول الكروموزومز جنب بعض، وكمان النوع. يعني دايما وانا برتب الكروموزومز اخد حاجتي حاجتين، النوع الكروموزومز وطوله، تمام كده معايا، وارتبهم من الاكبر الى الاصغر جنب بعض كده، ازواج 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 ازواج، علشان اقدر اشوف ان الكروموزوم ده عدد الكروموزومات بتاعته كام، واتوقع ان الكروموزومات دي الجميتس بتاعته تبقى فيها كام كروموزوم. يعني تعالوا نشوف المثال ده اللي احنا حاطينه تحت ده، في كام كروموزومز عندي؟ عندي ادي في كام تو كام سيتس، ادي واحد، الست عباره عن تو كروموزومز، ادي واحد اتنين تلاته اربعه في السطر الاولاني، في السطر الثاني ادي خمسه سته سبعه ثمانيه، ادي تسعه، تسع ستس، كل ست اتنين، يبقى النمبر اوف كروموزوم في الخلية دي 18 كروموزومز، يبقى 2N في الخلية السوماتيك يساوي 18 كروموزومز. يبقى في الجميتس كام؟ كل كروموزوم من كل ستس زي دي يروحوا لجميتة، يبقى كل جميتة فيها كام؟ 9 كروموزومز. يبقى خلية زي اللي احنا شايفينها ده فيها 18 كروموزومز في الخلية الجسدية، يبقى في الجميتس يبقى الN فيها كام؟ 9 عندي، يبقى 2N equal 18، ال N equal 9 عندي. أرجو إنها تكون اتفهمت الصورة دي عندي. طبعًا لما برصها كده ببتدي آخد الأطوال، اللونج أرم والشورت أرم، طول الكروموزوم، متوسط الكروموزومات، مجموع أطوال الكروموزومات، كل الكلام ده باخدها في صفات التصنيفية، وبدخل الداتا اللي أنا واخدها في برنامج إحصائي يطلع لي علاقة القرابة بين الأنواع وبعضها باستخدام الكروموسوم ساعتها. الترند التاني، وده الترند بقى اللي هو الموضة بتاعت القرن العشرين، ولسه ما زلنا في القرن الواحد وعشرين، يمكن القرن الواحد وعشرين هيبقى الموضة، علم اسمه النانو تكنولوجي. هو لسه ما وصلش للتصنيف، لكن هو علم ابتدى في نهاية القرن العشرين وهيمتد معانا في القرن الواحد وعشرين، اللي هو علم النانو تكنولوجي، اللي هو بيشتغل على الجزيئات المتناهية الصغر. لكن احنا ما زلنا في القرن العشرين وفي القرن الواحد وعشرين التطور الحديث جدا في علم المولوكولار سيستماتيك او الهندسة الوراثية. التقسيم باستخدام الصفات الخاصة بالدي ان اي والار ان اي، حتى كان بدايته بالبروتين. يعني البروتين لو اشتغلنا، ومع ان البروتين ده لارج مولكيولز، لكن من ضمن البروتين ده بيعكس الصفات الوراثية اللي موجودة على الدي ان ايه، وبالتالي الدي البروتين مولكيولز والنيوكليك اسيدز، الاثنين النيوكليك اسيد زي الدي ان ايه والار ان ايه، دول اللي بيعتبروا الموليكولار سيستماتيك، اللي اقدر استخدمه كموليكولار سيستماتيك. طيب فيما يخص الدي ان ايه، اني انواع من الدي ان ايه ثابتة في النبات مش متغيرة، عشان اقدر برضو نفس الصفة، احنا قلنا اي صفة هستخدمها في التصنيف must be stable، مش easily changeable زي ما احنا قلنا في الكيمو تاكسونومي. طب ايه النيوكليك اسيدز موجودة فين علشان اقدر استخدمها في علم التصنيف وتكون النيوكليك اسيد دي ثابتة؟ قال لك في الكلوروبلاست، يبقى الكلوروبلاست دي ان ايه، وده رمزه سي بي دي ان ايه. الميتوكوندريا دي ان ايه اللي هي ام تي دي ان ايه، النيوكليار دي ان ايه اللي هو رمزه ان دي ان ايه، دول بيبقوا اقدر مهمين جدا في علم الفايلوجينيتكس اللي هو علم التصنيف التطوري، وعلم التصنيف عندي او العلاقات التصنيفيه بين الانواع وبعضها.
لازم يكون المعمل بتاعي عشان اشتغل في الجزئية دي لازم يكون مهيأ ومجهز ببعض الأجهزة، وأشهرهم جهاز اسمه البي سي آر اللي هو البوليمريز شين رياكشن. يبقى البي سي آر هو جهاز اسمه البوليمريز شين رياكشن. البوليمريز شين رياكشن اللي هو لما يكون عندي حجم معين من دي ان ايه عايز اقطره، عايز اعمل منه كمية كبيرة عشان اعرف اشتغل بيه، تمام، بحطه في الجهاز اللي هو البوليمريز شين رياكشن اللي هو بيكتر الدي ان ايه عشان يبقى عندي كمية اقدر اشتغل عليها التجارب بتاعتي. الجهاز البي سي ار بيشتغل عليه بتوع الفسيولوجي، بتوع التصنيف، بتوع الموليكولر، بتوع كل الحاجات، لان انا ده جهاز بيعمل تضاعف للدي ان ايه. طيب انا بجيب، نشوف الرسمه اللي على الشمال فوق، انا بجيب في جهاز اسمه الكتروفوريزيس بعمل اكستراكشن باي طريقه للدي ان ايه. في طرق كتيره للدي ان ايه احنا مش في مجالها، لكن في طرق كتيره لان انا اعمل سيباريشن للدي ان ايه، عزل للدي ان ايه من الخلايا النباتيه، ثم ادخلها على جهاز اسمه الكتروفوريزيس. فكره الكتروفوريزيس ده عباره عن جل اللي هي الرسمه على اليمين، شايفين الرسمه على اليمين اللي هي زي اسنان المشط من فوق، الكومب اللي فوق ده عباره عن جل، ماده جيلاتين بتتعمل من ماده اسمها اكراميد وبيس اكراميد. المادتين دول بيختلطوا مع بعض بيعملوا حاجه زي الجل كده. الفكره ان انا بحط البروتين بتاعتي في السنون زي بتاعت المشط اللي فوق، شايفين سنون المشط دي، بحط البروتينز بتاعتي او الدي ان ايه بتاعي هنا خلاص بتاع النبات عشان اعمل له اكستراكشن، عشان اعمل له عزل، ثم احط الجل ده في جهاز اسمه الالكتروفريزيس. فكره الجهاز ان انا بمرر تيار كهربائي من السالب الى الموجب، من الانود للكاثود، فبالتالي بيسرع بيعمل تسريع للجزيئات، فالجزيئات بتنفصل اكوردنج تو الموليكولار ويت زي ما انا هوري لك في الشريحه اللي جايه. المهم ان انا الجزيئات بتتنقل، ببقى عارف فين مكان الدي ان ايه، فبحصل على الدي ان ايه بتاعي. طب بعد ما بحصل عليه ببتدي احطه في جهاز البي سي ار اللي انتم شايفينه ده علشان الخيط الواحد زي الرسمه اللي على اليمين تبقى في الاخر خيطين، ثم اعمل سايكل ثانيه الخيطين يبقوا اربعه، الاربعه يبقوا ست، ثمانيه، والثمانيه يبقوا 16، وال 16 يبقوا 32، وهكذا. انا عايز كميه قد ايه، يبقى اعمل كام دوره للبي سي ار ده. ادي اهو الكومب اللي انا قلت لك عليه، اماكن ان احنا بنحط فيها الماده اللي احنا عايزين نعمل لها عزل عندي عشان تجري على الجل اللي هو هيكون الجل بالمنظر ده. اهو ده الماده المحطوطه، شايفين النقط الزرقاء الغامقه دي؟ طبعا دي نباتات مختلفه، دي نباتات مختلفه. بقدر من خلال الجهاز الالكتروفريزيس ده اللي انا اتكلمنا عليه ان انا بحط اكستراكشن مثلا للبروتينز او للموليكولر اسيد، تمام، بروتين او الموليكولا الاسيد او النيوكليك اسيد اللي هي الدي ان اي او الار ان اي في نباتات مختلفه. ده انا جايب 10 نباتات مختلفين. طبعا بيبقى في اول واحد، اول دراع على الشمال كده او اول كولم من على الشمال حاجه اسمها ماركر. ماركر يعني ايه؟ حاجه معلومه الموليكولا ويت بتاعتها بحطها ستاندرد عشان اقارن بيها الانواع الثانيه، وابتدي احط المستخلصات بتاعتي من فوق ومرر التيار الكهربائي. المواد هتنفصل زي ما انتم شايفين على هيئه باندز، شايفين الخيوط دي. تعالوا نركز كده على الخيط رقم 2، شايفين ادي الكتله الزرقاء اللي فوق دي هي الماده اللي انا حطيتها الاكستراكشن بتاع النبات مثلا علشان افصل منه مثلا بروتينز. البروتينز بيبقى ليه ديفرنت مولكيولار ويتس في نفس النبات، انواع بروتينز، شاف بتنفصل على هيئه باند. ها اللي ليها موليكولار ويت صغير بتكون فين؟ تحت ولا لفوق؟ اكيد اللي تحت، اللي حجمه صغير يجري بسرعه. لو عملنا سباق كده احنا ثلاثه اربعه وفي واحد فينا حجمه صغير هيبقى هو الاسرع مننا، وبالتالي لما نوقف التجربه في الاخر خالص هنلاقي ان في باندز، البند اللي تحت اصغر واحده هي اللي هي ليها موليكولار ويت، والبند اللي فوق بيبقى هي الهاي ليها هاي موليكولار ويت. ساعات لو بصينا للنباتات العشرة دول عندي هنلاقي ان النباتات دي تحس ان هما نباتات قريبه، في درجه قرابه مع بعض. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ فكر كده، ليه النباتات دي اللي انت شايفهم من عشرة دي تحس ان هما جينس واحد ودول انواع مختلفه؟
أو أنواع مزروعة في أماكن مختلفة، نوع واحد لكن مزروع في أماكن مختلفة. المهم النباتات دي في درجة قرابة جدا بينهم وبين بعض. ليه؟ أنا سامع إن في حد هو عايز يقول، لأن بص كده شايفين البند ده على مستوى الأنواع كلها موجود إزاي؟ موجود إزاي؟ يعني في بانز أهو موجود في كل الأنواع، يبقى أكيد النباتات دي في درجة قرابة بينهم. لان في بروتينز، او سواء كنت ده كان جيل بتاع دي ان ايه، في بروتينز عندي او دي ان ايه موجود في كل النباتات كلها مع بعضها. طب في حاجات مش موجوده في نبات ونباتات الاخرى؟ اهو بص السهم ده، بص البند دي موجوده في النبات رقم اللي هو رقم 3، البند دي مش موجوده في النباتات التانيه خالص، يبقى النبات ده مختلف. اي نعم هو في درجه قرابه بينهم وبين بعض، لكن النبات ده مختلف. طب بص كده، كل النباتات معظمها في تو باندز في الحته دي، في تو باندز فوق بعض. يعني بص على 9 و10 عند حته السهم الاصفر ده، هنا في 10 في بند واحده، لكن في 9 في كام؟ 2 بند. في 8 في 2 بند، اي نعم باهتين لكن موجودين. 7 موجودين، 6 موجودين، 5 موجودين. لكن لو تعالى عند 10 ورقم 2 اللي احنا اتكلمنا عليه ده، عباره عن في 2 او رقم 3 انا اسف، في بند واحده. الفكرة كلها عشان ما اشغلش دماغك، ان انا اقدر استخدم غياب ووجود الباندز كصفات وراثية بغذي بيها برنامج احصائي على الكمبيوتر، بيطلع لي علاقة تصنيفية بين الانواع، مين 9 قريب ل8 ولا 10 قريب ل6 ولا 2 قريب ل5، ايه درجة القرابة بين ال10 نباتات دول مع بعضها. ده باستخدام الموليكولر بيولوجي عندي انا، بس مجرد ان انا حطيت لك فيها ايه في اتجاه. برضو لو حد حب يعرف اكتر في الموضوع ده ويحب انه يعرف، انا ليه ابحث في على النت، ممكن تدخل على النت وتكتب هتلاقي لي طالع لي ابحاث، تطلع لك ابحاث ليا، ممكن نتقابل يعني في الكلية ان شاء الله باذن الله ونتكلم في الموضوع ده. الكريتيريا السبعة اللي هي اللي اسمها ايكولوجيكال كريتيريا. ايكولوجيكال كريتيريا بيتحكم هنا، هي فكره ايه؟ النباتات لو نفس النوع، نفس النوع لو حطيته في بيئات مختلفه، يبقى لو نفس نوع حطيته في بيئات مختلفه، ها بيئه صحراويه وبيئه فيها ثلج وبيئة الميزوفايتس البيئة الطبيعية بتاعتنا عندي، وابتديت أبص على الصفات المورفولوجية بتاعته، وليكن الصفات المورفولوجية. قدامي حاجتين هنا، يا النباتات دي التلاتة دول اللي هم من نفس النوع جيناتيكلي ديفرنس أو جيناتيكلي ايدنتيكال. أنا عايز أشوف النبات، تلات النباتات اللي أنا هو واحد زرعه في الصحراء من نفس النوع، واحد زرعه في الثلج، واحد زرعه في المنطقة الوسطية أو البيئة الوسطية عندنا. وعايز أشوف الثلاث نباتات دول هلاقي فيهم إيه اللي هيحصل. لو النبات السلوك المورفولوجي بتاعه، السلوك المورفولوجي بتاعه ثابت، يعني التغيرات المورفولوجية ثابتة في الثلاث أنواع، يبقى الثلاث أنواع ده جيناتيكلي ايدنتيكال. أمال لو لقيت نبات اللي في القطب الشمالي خد شكل، أصبح شكله مختلف عن النبات اللي في البيئة الصحراوية، أو النبات عن النبات اللي في البيئة الميزوفايتس، يعني التلاتة اختلفوا، يبقى التلاتة جيناتيكلي ار ديفرنس عندي. يبقى الإيكولوجي ممكن تبقى هيلبفول in determining the taxonomic interrelationship among the plant. It has been observed that similar plant after different in morphological appearance when grown under varied ecological conditions, this variation should not be taken into consideration for creating new taxon. معنى ايه؟ ده كمان بيقول لك ايه؟ ده تاخد بالك. انت عشان تاخد صفة مورفولوجية ثابتة لازم تشوف النبات في بيئات مختلفة. بمعنى ايه؟ يعني انا لما اجيب نبات واحطه في الصحراء واحطه في القطب الشمالي واحطه في المنطقة الوسطية او الميزوفايت البيئة الوسطية، واشوف شكل الورقة مثلا، لقيت شكل الورقة متغيرة
بتتغير. في الصحراوية بدل ما الورقة كانت بيضاوية بقت رمحية. هل يا ترى صفة الورقة دي أقدر أخدها صفة تصنيفية؟ قال لك لأ، طالما اتغيرت لأ. عشان كده احنا في المعامل بندرس لكم ايه؟ الزهره. ويمكن انا قلت لكم اول حاجه في المعمل، قلت لكم ايه؟ ليه بناخد الزهره في علم التصنيف؟ لان انا لو جبت نبات الفول مثلا وزرعته في القطب الشمالي، ونبات الفول زرعته في قطب وفي عند خط الاستواء، ونبات الفول زرعته في الصحراء العربيه، وشفت نبات الفول، هنلاقي ان نبات الفول الثلاثه كومبليتلي ديفرنت، اتغيروا ما عدا صفه ايه؟ الزهره. يبقى صفة الزهرة أقدر أخدها كصفة عندي في علم التصنيف. يبقى الظروف البيئية دي زي ما قلت لك، يبقى صفة إذا تغيرت ما أقدرش أخدها في علم التصنيف عندي. بالإضافة كمان بقدر من خلال دراسة البيئة، تأثير البيئة على النباتات والشكل الظاهري، أقدر أعرف النباتات دي جيناتيكلي ايدنتيكال ولا جيناتيكلي ديفرنس. طبعا بتولز كبيرة جدا، لكن أنا حبيت بس أحطك على بداية الطريق عندي. الفيسيولوجيكال كرايتيريا هي عملية تكوين الميتابوليك بروسيس، طريقتها طريقة الأكل والهضم بتاع النبات، تكوين الغذاء بتاعه في عملية الفوتوسينثيسيس وعملية الهضم بتاعته اللي هو الأنابوليزم ديورينج ريسبيريشن. البروسيسنج بتاع الميتابوليك بروسيس سواء كاتابوليزم او انابوليزم، بقدر ان انا اعمل اشوف الاختلافات التشابهات والاختلافات عشان اقدر بين النباتات عشان اقدر اشوف العلاقات التصنيفيه عندي. 9 سيرم تكنيك، اللي هو ده سيرم، ده تكنيك، ده كان سجستد باي واحد اسمه كارل كريستين. الفكرة بتاعته ايه؟ ان انا عندي لو عندي نبات مجهول ونباتين معلومين، ركز بقى معايا. على فكرة ده تكنيك جميل جدا بس مكلف جدا، عشان كده مش منتشر قوي، اللي هو علم السيرولوجي، ده لعلم الامصال. ايه او السيرم ده ايه اللي بيحصل عندي؟ احنا عارفين يا جماعة بداية قبل ما ادخل في الموضوع ده، ان اي جسم غريب بيخش في الدم بتاعنا او في دم الحيوان بيحصل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني لو ميكروب او بروتين غريب اتحقن في الدم بتاع الانسان او الحيوان، ايه اللي بيحصل؟ بتطلع عليه انتي بوديز على طول، اجسام مضادة، وبتكون الاجسام المضادة دي خاصة بالسيرم ده، بالبروتينز ده. بس الاجسام المضاده دي بتكون خاصه بالبروتين ده، يعني كل جسم غريب له انتي بوديز ليه. طب لو انا عزلت الانتي بوديز ده في الدم بتاعي، شلت كرات الدم الحمراء وشلت الدم البيضاء وخليت بس السائل بتاع الدم في الانتي بوديز ده، بنسميه السيرم عندي. وزي ما قلت لك كل بروتينز او كل جسم كائن غريب يخش الدم بيتعمل له انتي بوديز خاصه بيه هو. حلو جدا قوي. طيب لو انا جبت السيرم بتاع بروتين معين، ركز بقى معايا في اللي انا هقوله عشان تفهم الكلام ده، يعني جبت حيوان وحقنته ببروتين، عزلت بروتينز من كائن معين وحقنته من نبات، مثلا بروتينز معين من نبات وحقنته في جسم حيوان. طبعا بستخدم الحيوانات الكبيره زي الرابتس والهورس والحصنه عشان تديني كميه دم كتيره، وحققته جوه الدم بتاع الحيوان ده وسحبت بعد كده الانتي بودز بتاعته، سائل كده فيه يحتوي على الانتي بودز ده اسمه السيرم عندي، وجبت البروتين ده اللي انا كنت حقنته ده جبته وحطيته على السيرم ده، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بريسبتيشن، هيحصل تجلط، هيحصل تجلط. ليه؟ السيرم شاف البروتين بتاعه، يبقى اللي هيحصل هيربط فيه فيعمل تجلط. فهمت النقطة دي؟ يبقى تاني لو جبت بروتين نبات معين، خدت البروتين بتاعه أو خدت الاكستراكشن بتاعه البروتين بتاعه وحقنته في جسم حيوان، الحيوان ده هيعمل أنتي بودز عليه، هاخد الأنتي بودز بتاعتي دي في أنبوبة بره اللي هو السيرم ده، وجبت نفس البروتين اللي أنا حقنته ده حطيته على السيرم ده. إحنا اتفقنا إيه؟ كل بروتينز أو كل نقول كل بروتين له سيرم معين، هيتعمل له سيرم بتاع. لو حطيت البروتين ده بقى على السيرم اللي انا استخلصته من الحيوان هيحصل ايه؟ هيتجمع. امال لو حطيت البروتين ده على سيرم تاني
هيحصل ايه؟ سيرم مختلف، مش هيحصل تجمع تجلط، مش هيحصل بريسبتيشن ترصيب. فهمتوا الفكرة؟ كارل كريستيان استخدم الفكرة دي، قال لك ايه؟ لو عندي نبات مجهول انا مش عارفه وانا حيران بين تو بلانتس، بين نباتين مش عارف اعمل معاهم ايه، هو النبات ده هو النبات ده ولا النبات ده، هو قريب للنبات ده ولا قريب للنبات ده، نختلف. علماء التصنيف بتختلف، يقول لك النبات ده قريب للفصيله دي، واحد يقول لك لا ده هو تبع الفصيله دي، لا هو النبات ده تبع الجينس ده، لا تبع الجينس ده. هو ده علم التصنيف، ودي مشاكل التصنيفيه. طب بيعملوا ايه؟ قال لك كارل كريستيان قال لك ايه، انا هجيب النباتين المعلومين، الاثنين المعلومين، هاخد منهم البروتين، البلانت بروتين السيبريتد، هفصلهم من النبات بطرق مختلفه، وانجكتد ان رابت اول هورس، هعملهم فين؟ هحقنهم في حصانين وارنبين مختلفين، بس طبعا الارنبين والحصانين دول بيبقى ظروفهم واحده، المعيشه بتاعتهم واحده، اكلهم واحد، المهم ان هم في ظروف متساويه. واحقن الحصان ده بالبروتين بتاع النبات A، واحقن الحصان التاني ببروتين النبات B، وبعدين اسيب الرياكشن بتاع ياخد الوقت بتاعه بقى يوم يومين، المهم ان انا اخد اسيب البروتين بتاعي في دم الحيوان ده ياخد التفاعل بتاعه، هيتكون لي ايه؟ يبقى after the reaction is completed the serum is separated. هعزل من الحصان نمبر A السيرم بتاع الخاص بالبروتين A، وهعزل من الحصان بي السيرم بتاع البروتين بي. فهمتوا الفكرة؟ كويس قوي. بقى عندي سيرم للبروتين بتاع النبات A وسيرم بتاع البروتين للنبات B. ممتاز جدا. هعزل بقى، هجيب النبات المجهول اللي أنا مش عارفه، اللي أنا مش عارف هو يشبه نبات A ولا يشبه نبات B، وأعمل إيه؟ هفصل البروتين بتاعه، هفصل البروتين بتاعه واقسم البروتين بتاعه لجزئين، واعمل ايه؟ احط شويه منه على السيرم A واحط شويه تاني على السيرم B واشوف كميه البريسبيتيشن. اذا كانت كميه البريسبيتيشن يبقى according to the degree of precipitation it will determine the similarity of the two plants. يبقى على حسب كميه الترصيب، يعني لقيت البروتين ده مع النبات مع السيرم A اللي هو جاي من نبات A المعلوم، لقيت الترصيب عالي جدا، الأنبوبة كلها ترصبت، لكن في B لا الترصيب كان حبة أقل، يبقى النبات المجهول ده أقرب لمين؟ لإيه؟ عن B عندي. يبقى ده علم السيرم تكنيكس، هو علم جميل جدا وليه أبليكيشن وتطبيقي، لكن زي ما قلت لك مكلف جدا، وبالتالي وليه محاذير طبعا، انه مش سهل ان انت بتحقن الحيوانات ولازم تاخد فيها موافقات وحاجات زي كده، لكن علم من العلوم التصنيفيه الجميله في اللي انا بقدر استخدمها في تصنيف النباتات مع بعض. كده يا شباب ان احنا كده خلصنا المحاضره او الشابتر الثاني اللي هو يعتبر الشابتر الثالث عندكم. بعد يومين ان شاء الله هنزل لكم اسئله للشابتر الثالث من الشابتر 2 اللي هو يعتبر الشابتر الثالث في المقرر، وزي ما انا بلغتكم برساله توجهت ليكم من فتره ان شاء الله انا بكتفي في المقرر بالشابتر 1 وشابتر 2 اللي احنا خدناه او انتهينا منه النهارده، وشابتر 3 اللي احنا خدناه قبل كده، وهم دول اللي هيشملهم الاختبار النظري اللي هيتحدد ان شاء الله من قبل إدارة الكلية وإدارة الامتحانات في الكلية. كده يا شباب إن شاء الله شابتر 1 أنتوا معاكم الأسئلة بتاعتكم وحلتوها، ومن المفترض أن أنتوا سلمتوها في المعمل. شابتر 3 برضو نفس الكلام، وإن شاء الله أنا في خلال يومين هبعت ليكم أسئلة شابتر 2، وبرضو هيتسلم بإذن الله يوم الأحد اللي بعد في المعمل اللي بعد الامتحان بعد أجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله. يبقى شابتر 1 وشابتر 3 اتسلموا خلاص، شابتر 2 الواجب بتاعهم أنا هبعتهم لكم خلال يومين إن شاء الله، وهيتسلم يوم الأحد في المعمل قبل بداية المعمل بإذن الله، هيتسلم للمعيدين
إن شاء الله بعد العيد عندنا. طيب بالنسبة للمحاضرة النظري، إحنا في محاضرة نظري متبقية لينا فيس تو فيس يوم 22/5 اللي هو بعد الأسبوع اللي بعد العيد إن شاء الله. أنا عايز كل الناس تبقى متواجدة في المدرج. هراجع معاك المقرر شابتر شابتر، هنشوف الدنيا ماشية إزاي، هكون أنا حطيت في دماغي الامتحان النظري هيكون إزاي، وبالتالي أنا بيجيلي الطلاب دلوقتي بيسألوني يا دكتور هي شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3 الأسئلة اللي حضرتك بتنزلها لنا هي دي نمط الأسئلة اللي هتتحط في آخر السنة؟ أنا طبعًا أنتوا أصبحتم خلاص عارفيني، لأ مش هي نمط الأسئلة، لكن الفكرة نفسها هي اللي ممكن تتحط عندك. يعني سؤال مثلًا مالتيبل تشويس أنا ممكن أجيبهولك في شكل مثلًا أكمل، ممكن أجيبهولك في جيف ريزونز، ممكن أجيبهولك في ساينتفك تيرمز، ممكن أجيبهولك على رسمة، وبالتالي أنا يهمني المعلومة، المعلومة هتتسأل بيها إزاي هي دي اللي أرجوك ما تفكرش فيها، اللي تفكر فيها هي المعلومة اللي أنا شرحتها لك. السؤال الثاني يا دكتور حضرتك في كلام بتقوله في المحاضرة مش موجود في المذكرة، والعكس صحيح في كلام في المذكرة حضرتك ما بتقولهوش. يا شباب أنا مش هفضل أعيد وأزيد في اللي أنا قلته، قلت لكم انتوا كريدت اورز، نظام الكريدت اورز اي نعم مش مطبق في مصر بحذافيره، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر نطبقه. مفيش حاجه اسمها مذكره، انا نزلتها لك كمساعده ليك، لكن كان من المفترض ان انا بدي لك ايتمز، والايتمز دي انت بتدور عليها في الانترنت وبنرجع نتناقش فيها، لكن طبعا ده استحاله مع الظروف الاعداد اللي موجوده في الكليه ان احنا نطبق هذا. امال احنا بنعمل ايه؟ لا كان المفروض ان انا بشرح لك معلومه انت عايز تدور عليها في النت وتفهمها اكتر وتشوف امثله ليها اكتر واكتر وكده، لكن انا تسهيلا ليك حطيت لك جايد اللي هي المذكره. المذكره فيها معلومات اضافيه كتيره جدا ممكن ما تخشش معايا في المقرر في الامتحان، لكن هي معلومات من المفترض ان انت تقراها وتستفيد منها. طيب في نفس النقطه انا بقول كلام كتير جدا موجود في المذكرة، طيب ليه المذكرة؟ علشان كتابة اللغة، أنا اعتمدت في المحاضرات بتاعتي إن أنا أستخدم اللغة العربية مع شوية إنجليش علشان في صعوبة عند بعض الناس التواصل أو فهم المقرر أو فهمي باللغة الإنجليزية، وبالتالي المذكرة بتخليك إن أنت تعرف تترجم اللي الدكتور شريف بيقوله الى الانجليزيه من خلال المذكره. طب لو في حاجات كتيره في المذكره مثلا او حاجات قليله في المذكره ما ذكرتهاش، يبقى يعني ببساطه غير مطالب بيها، غير مطالب بيها، انت حابب الموضوع فعايز تقراها اوكي، حتى لو عايز تفهمها مني مفيش مشكله. طيب بالنسبه للمحاضره هي الاساس بقى، يبقى كل كلمه انا بقولها في المحاضره، وبالتالي حضور المحاضرات كان مهم جدا جدا جدا، وبالتالي اللي ما حضرش المحاضرة حتى لو انت زمايلك ادولك المحاضرة وحاولت ان انت تذاكرها مش هتقدر توصل لفكر اللي كان قاعد في المحاضرة وفاهم. اللي بيفهم مقرري وانتوا جربتوني بيدخل الامتحان بيجاوب الامتحان من فهمه للمقرر. الفهم محتاج ان انا اقرا المقرر، اقراه من المحاضرة واقراه كمان من المذكرة. حاجات كتيرة جدا أنا بتكلم فيها حتى مش موجودة في السلايدز، فأنت لازم تدونها ولازم تبقى فاهمها. وأرجوك يا شباب إن يوم المحاضرة يوم 22/5 أديني قلت أهو هرد على جميع استفساراتكم، وبالتالي أي حد منكم عنده سؤال أدخل المدرج ألاقي أسئلة مكتوبة في الورقة ومحطوطة على البنش بتاعي علشان أقدر أرد على كل سؤال بتاعكم، أسئلة بتاعتكم. وبالتالي يا شباب أرجوكم مقرري لازم يتفهم، أنا بقول أهو مقرري لازم يتفهم. أنا لغيت شابتر 4 لكن معنى كده إن أسئلتي في امتحان آخر السنة هتبقى أسئلة موجهة للطالب المميز، وبالتالي للطالب اللي فاهم، للطالب الحاضر، اللي طالب الحضر المحاضرة، اللي ذهنه حاضر، اللي قادر يفهم المقرر مش حافظ المقرر. اديني بقول اهو للي فاهم المقرر مش للحافظ المقرر. وبالتالي الطلبه اللي ما حضرتش
حضرتك مسؤول على نتيجتك إذا عرفت تحقق نتيجة مع امتحاني اللي أنا هحطه ليكم. اللي حضر المحاضرة، اللي ملتزم، اللي بيفهم، أهلا وسهلا بيك، صدقني هتاخد A بلس في هذا المقر. أنا حددت يومين في مكتبي، قلت اليومين دول لو حد مش فاهم حاجة في المقرر يطلع لي عندي. المرتين هما نفس الثلاث بنات اللي طلعوا لي، ومرة كانوا أربعة ومرة كانوا ثلاثة فقط لا غير، محدش فكر إنه يحضر يسأل في أي استفسار في المقر. أنتوا أحرار، أنتوا أحرار، مش معنى إن في ظروف في البلد، مش معنى إن إحنا عندنا ظروف معناها إن حضرتك هتنجح بدون مجهود. كلامي واضح، كلامي أهو محدد، وربنا يبارك لكم يا رب إن شاء الله، وأشوفكم السنة الجاية في سنة تالتة بإذن الله. أنا بشكركم جدا، وربنا يوفقكم ويوفق الجميع، ومكتبي برضو بقول مفتوح ليكم في أي وقت. مراسلاتي ليكم إذا كانت عن طريق الواتس ووصلتوا إلى رقمي أهلا وسهلا بيكم، إذا وصل على الماسنجر عايز تتواصل معايا، لكن هرد على الأسئلة اللي هي فيها إحساس إن الطالب على قد المسؤولية. والله يا دكتور أنا معرفتش أسلم الأسايمنت، أصل أنا مش عارف إيه، أصل أنا حاضر إيه، أصل أنا عامل إيه. أنا بعتذر، أنا ماليش في الكلام ده خالص، كل حاجة ليها محدد. حضرتك عارف إن يوم الحد اللي بعد الأجازة هتسلم الأسايمنت، في ظروف حصلت تسلمها لزميل ليك، أي شكل من الأشكال، مش اللي حضرتك أنا هتتعبني ولا هتشغلني بكلام أنا مش هرد عليه بالمرة. لكن سؤال في المقرر أنا هرد عليه طبعا وهفهمه لك، وزمايل ليكم دخلوا عليا في الواتس او في الماسنجر، كلمت معاهم بالفويس مسج وفهمتهم الجزئيه دي في المقرر، لان ده واجبي عليكم، واجبي ليكم ان انتوا تاخدوه طول ما انا بدرس المقرر. شكرا ليكم يا شباب، وكل سنه وانتوا طيبين، عيد فطر علينا كلنا جميعا بخير، وأشوفكم دايما في أحسن حاجة. أنا متواجد إن شاء الله بعد العيد يوم الثلاث والحد اللي بعد والسبت طبعا في المحاضرة، ثم الحد في المعمل هبقى متواجد، ثم امتحان التصنيف العملي إن شاء الله هيبقى يوم 29 مايو، كل واحد في مجموعته. إلهي يا رب في نفس اليوم يبقى عندك ست امتحانات، لا يعنيني، لأن الكلية منزلة في الأسبوع ده كل الامتحانات العملي، وبالتالي امتحان التصنيف 29 مايو كل واحد في مجموعته إن شاء الله. في المحاضرة هكلمك على الامتحان العملي وهقول لك هيبقى طريقته هتكون عاملة إزاي، والشفوي برضه في نفس اليوم يوم 29 بإذن الله 5 أو 29 مايو في المعمل مع الامتحان العملي. بالنسبة لدرجات الميد تيرم أو درجات الأعمال الفصلية، زي ما قلت اللي هيسلم التلات الأسايمنت هياخد 10، ثم اللي هيسلم 2 هياخد 7، اللي هيسلم 1 هياخد 4. طب بعد كده بعمل إيه؟ بمسك الأسايمنت وأصلحه، اي غلطات هتتعمل هتنقص، يعني اللي جايب 10 ده لا عنده غلطات في كل assignment، غلطات هنقصه فيهم، كل assignment هنقصه درجة، وبالتالي ينزل من 10 ل9 ل8 ل7. نفس الكلام اللي واخد 7 ممكن ينزل ل4، وال4 بينزل ل2 او 1. كلامي كده مفهوم؟ بالتوفيق يا شباب، وهنتظركم لو في اي استفسار، وشكرا ليكم، مع اني انا ما التقيتش بيكم كتير، لكن ليكم معزه في قلبي. ربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا ليكم.